من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. يعني مين فينا ما بحب يكون وزنه الوزن المثالي؟ مين فينا ما بحب يكون نظام حياته نظام صحي، من كان من ناحية تناول الأطعمة أو ممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الغذائية السلبية يعني غير المفيدة. الآن المحور اللي بدنا نحكي فيه بالتغذية مع اختصاصية التغذية هبة الرجبي عن إنه إحنا ممكن نعمل دايت ونوصل للوزن اللي إحنا بدنا إياه، لكن كيف نستمر ونحافظ على هذا الوزن؟ هون الإشكالية، لأنه هي مش نظام حياة، فممكن عندي جلد أنا إنه أمشي على برنامج معين بكيف على حالي شهر مثلا أسبوعين زمان، بس بعدين برجع لنظام حياتي اللي كان قبل برنامج الدايت وبتتخربط الأمور، وبعدين إحنا بنزعل وبنقول ليش مش عم تزبط معانا، ونضطر نروح نعمل عمليات ربط معدة ولا لا. يعني صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل نسرين. أنا بحكي حتى العمليات هاي اللي بتصير، إحنا بنقدر بنظام غذائي سليم صحيح ونظام حياة لايف ستايل معك حق. خلص احنا بتمشي امور للاسف انه الناس عم تتجه لهذا الاتجاه، علما انه هم بتغييرات بسيطه بنحكي تغييرات عديده بنظام حياتهم ممكن يقدروا يوصلوا للوزن اللي هن بدهم اياه والوزن الصحي اللي بدهم اياه. طيب احنا عملنا الدايت وانبسطنا ووصلنا للوزن المثالي اللي بدنا اياه، كيف نستمر؟ هلا صراحه لما نوصل لهذا الوزن المثالي يعني المهم يكون وصلنا له بطريقه صح. اذا نحن وصلنا له اصلا بطريقه مش صحيحه، اذا كنا بس عم نلتزم بنظام عشوائي مش محسوب ماخذ الدايت من الانترنت او من صاحبتها او هيك، كثير في احتماليه انه نحن نرجع كل الوزن اللي نزلناه. فكثير مهم انه بالبدايه انه نحن اصلا نكون عاملين نظام صحيح لجسمنا، ويكون تغيير نظام حياه ما يكون بس اتباع قواعد، انا بقول لهم قواعد ما لها كثير داعي لحتى ننزل وزننا. فمهم انه احنا عن جد نكون اشتغلنا على العادات اللي نحن عم نتبعها. عندنا عادات سيئه غيرناها، مثلا انا ما كنت بتحرك، ما كنت بلعب رياضه، صرت بلعب رياضه، كنت ما بتناول الوجبات كلياتها، مثلا ما باخذ فطور ما باخذ غدا، صرت اتناولهم بطريقه صح. كل هاي الاشياء لما انا عن جد بلتزم بنظام غذائي صحيح وبغير عاداتي، هيك بصير في احتماليه اصلا افضل انه انا اقدر احافظ على الوزن اللي وصلت له. حكيتي نقطة مهمة في بداية حديثك هبة، انه اللي بتاخذ نظام دايت من الانترنت او من صاحبتها. هلا مش كل الناس، يعني ممكن صاحبتي زبط معاها هذا البرنامج اللي ماشي عليه بس ما بزبط معي طبعا. في العمر بده يؤخذ في عين الاعتبار، اذا في امراض النشاط الحركي، المشاكل الصحية، اذا في مشاكل مثلا سكري، ضغط، يعني هاي الامور. فبتخيل كل شخص لازم يكون له نظام طبعا دايت لوحده. يعني خليني احكي لك انه مش دائما نحن بنكون اخذنا الخيار الصح لما بنبلش بنظام اكل، لانه اذا احنا التزمنا بالنظام الغلط بالعكس عم نكون عم ناذي حالنا. يعني يمكن لو بقي على الوزن العادي اللي هو يعتبر زياده ممكن تكون كثير احسن من ما هو التزم بنظام غلط. كثير في مرات بيكون الناس جايين لنا عاملين أنظمة عشوائية، كثير بنتغلب معهم ليرجع ينزل وزنهم لأنهم أصلا عملوا النظام طريقة مش صح. بيكون الجسم خسر عضلات ما خسر دهون، فأصلا الحرق بيكون كثير سيء، بصير الجسم أصلا ما يستفيد على الأنظمة العادية اللي نحن بسهولة خلص أول ما تبلش النظام. إذا الواحد مش كثير مخرب ومستزم بكثير أنظمة بيستفيد الجسم، أما إذا كثير مجربين بجسمنا وكل خلطة سمعناها على الإنترنت بدنا نجربها وكل نظام بدنا نجربه ما بيزبط، لأنه زي ما أنت قلتي كل الناس كل شخص مختلف عن شخص آخر، طبيعة الأجسام مختلفة، طبيعة الحياة مختلفة، حتى المشاكل الصحية مختلفة. وما ننسى كمان أنه لما نحن بنروح بس نلتزم بنظام من غير ما نستشير أخصائي التغذية أنه ممكن يكون عندنا مشاكل صحية أصلا نحن ما نكتشفها. فلهيك نحن أخصائيين التغذية كثير حريصين لما يجي عندنا المريض نقيم جسمه بطريقة صح، نقيم جسمه، نخليه يعمل فحوصات طبية إذا عنده نقص فيتامينات، معادن، مشاكل صحية موجودة. فكثير مرات أصلا بيكون بداية اكتشاف المشاكل الصحية مرات ممكن يكون من عند أخصائي التغذية، لأنه نحن لازم نقيم كل الجسم حتى نعرف من وين نبلش. حتى الوزن هبة بيكون يعني مرات نفس الاثنين أصحاب بيكونوا نفس الوزن، بس وزن هاي بيختلف عن هاي كيف؟ إنه بتكون مثلا في وزن جزء منه
عضلات، في وزن جزء منه دهون، في الطول بياخذ كمان جزء من الوزن، فبرضه المقارنه مع اشخاص اخرين أكيد. بتخيل اسلوب خاطئ كمان. زي ما انت قلتي هو تركيبه اجسامنا مختلفه، حتى لو وزننا وطولنا نفس الشيء. يعني ممكن انت وصاحبتك نفس الوزن لكن تركيبه جسمك من ناحيه عضلات ودهون مختلفه، فممكن اصلا النظام الغذائي اللي انت بتحتاجيه مختلف. وما تنسي حتى لو اختين بنفس البيت عم بيعيشوا مع بعض، ممكن كل وحده شغلها مختلف عن الثانيه، اوقات صاحبتها الاشياء الاكل اللي بتحبها، كل هاي الاشياء مختلفه، جلدها قد ايه بتقدر تلعب رياضه، كل هذا مختلف، فلازم نراعي كل هاي القصص لحتى نقدر فعلا نحن ننزل وزننا وما يكون بس لفتره محدده، يكون لايف ستايل. فانا دائما بقولهم انه بالنظام الغذائي للمراجعين بيجوا عندي، انه لما بيجي على بالنا مثلا اكله شوي خبصه او شيء مش كثير ضابط مع الدايت، بقول لهم مو مشكله بنحطه اثناء الاسبوع وخلينا ناكله بطريقه معتدله عشان نحن نكون فعلا حاسين انه خلص هذا اللايف ستايل تبعنا، مو انا بس لفتره محدده لازم كثير اقلل اكل أحرم حالي من أكلات. أنا اللي بعرفه وكتير إحنا بيوم جديد حريصين على هاي الفقرة أنها تكون طبعاً. موجودة، واستضفنا كتير اختصاصيين تغذية فبيقولوا كلكم يعني متفقين على هاي النقطة إنه ما تحرم حالك من إشي، لكن هي كيف ناكل فعلاً. هاي الأكلة فعلاً. يعني الحلو مسموح والعصائر مسموحة بحد معين، والرز والخبز وكله مسموح، لكن كيف بدنا ناكله، شو الحصة الغذائية اللي فعلا. لازم الواحد يتناولها باليوم، هي هاي النقطة اللي بدها ترتيب شوي. صحيح. وبتعرفي نسرين نحن يمكن كثير بنركز على هذا الموضوع لأنه بنتضايق على المراجعين اللي بيجوا عنا، يعني في ناس بتكون سنين إلها عم تعمل أنظمة غذائية وهي بدوامة ما عم توصل للإشي اللي بدها إياه، يعني حتى الوزن اللي بدها إياه ما عم توصل له لأنها عم تتبع قواعد مش كثير مضطرة هي تتبعها، لأنها ما عم تلعب رياضة بطريقة صح، لأنه عم تعتبر الموضوع بس لهذا الأسبوع، يلا في عندي حفلة بآخر الأسبوع لازم أنزل وزن كثير، وهي أصلا بتكون عم بتخرب حرق الجسم أو عروس مثلا بدها مثلا. عشان البدلة بمواصفات معينة فبدها، وهذا يمكن غلط. بما أنه جبنا سيرة العروس، كثير سيء أنه لما يكون الوحدة خاصة تتزوج تعرفي كل البنات بيكونوا مهتمين يكون جسمهم بشكل معين وبغض النظر عن الصحة، فبيتبعوا أنظمة غذائية كتير قاسية كتير سيئة على جسمهم، خاصة أنه هم داخلين على مرحلة الزواج ممكن يكون في حمل، فإحنا بهاي المرحلة هي تشايلد بيرنج إيج بعمر الإنجاب أكثر مرحلة بنركز أنه يكون الغذاء صحي يكون الجسم صحي، وللأسف عم نشوف البنات بهذا العمر كتير عضلاتهم قليلة الدهون عندهم عالية حتى لو وزنهم قليل، فهذا بيخلي أجسامهم أصلا غير قادرة على التحمل الحمل والمشقة اللي بيصحبها الحمل. بالضبط. هلا في نقطة كمان تانية إنه مش كل نحافة صحة ولا كل شخص ممتلئ مش صحي، ممكن العكس يكون. صحيح. يعني المهم احنا ما بدنا كمان إنه مش الكل رح يكونوا مودلز، بس طبعاً. المهم إنه يكون جسمك صحي. صحيح. يكون وجهك صحي يكون. صحيح. يعني عم بتعيش بصحة، اللي هي الأمور كمان اللي بدنا نبتعد عنها العادات السلبية اللي هي التدخين أكيد طبعا، ولا لا هبة، والكسل والفاست فود بأكل كتير يعني كميات يومي. كبيرة أكيد الفاست فود هاي كارثة للأسف. صحيح. صحيح. مش عارفة شو بدنا نعمل فيها يعني. هو صراحة لأنه كتير متوفر الحياة صارت كتير سريعة، وما بننكر أنه ريحته مشهية بتجذب يعني لما تمشي من قدام أكيد. مطعم فاست فود، بس الفكرة أنا دائما بقول يعني أوكي الأكل زاكي ومتعة، وبتعرفي هذه الناس اللي بتحكيها خاصة الناس اللي كتير بحبوا الأكل ووصلوا لمرحلة أنه وزن هم كتير عالي بسبب زيادة الأكل هذا، ولا مو مشكلة نحن بنقدر نستمتع فيه، بس مو ضروري لأنه بدنا نستمتع فيه نروح نأكل كمية كبيرة حالنا. أو طبعا يعني هي كمية بانتظام وبطريقة صح ما في عنا مشكلة. طب أنا كيف بدي أخلي هذا نظام حياتي، كيف بدي أخلي لايف ستايل تبعي صحي، أكون عم بشتغل على عادة مش عم بستنى بس رقم على ميزان أو شكل جسم، هذا كثير مهم، خاصة كمان يعني احنا كثير عم نركز على الناس، هو مو ضروري كلياتنا زي ما انت قلتي، مو ضروري كلياتنا يكون مودلز وبيرفكت الوزن، المهم صحتنا تكون منيحة، فبالتالي يعني خليني اقول انه نحن شوي عم نحمل موضوع زيادة على موضوع الوزن، فلأنه عم نحمل الموضوع كثير بنكون عم نمشي له بالطرق اللي غير صحيحة، فننتبه انه يكون عن جد عادات صحية، نفطر نتغدى ناكل عشاء مناسب، ناكل خضار فواكه، يكون أكلنا موجود فيه كتير ألياف، نحاول كتير ناخذ مضادات أكسدة عن طريق الأكل المتنوع، كل هاي الأشياء بتساهم أنه إحنا عن جد نكون
خلص عم ناكل بطريقه صح، عم نفيد الجسم، وبنفس الوقت لما عم نعمل نظام غذائي ويكون نحكي انه بدنا ننزل وزننا، عم نضمن انه بالاخر نضل قادرين نحافظ عليه، لانه احنا تعلمنا عاده ما كنا عم نلتزم نظام لفتره مؤقته. أنا بدي أشكرك هبة الرجبي اختصاصية التغذية على وجودك معنا وعلى كلامك الجميل اليوم. إن شاء الله كل حدا عم بسمعنا يكون استفاد من هاي النقطة اللي هي أهم نقطة في كل الحكي كله اللي حكيتيه مهم، بس النقطة الأهم هي إنه كيف نخلي صحتنا هي أسلوب حياة، مش بس إنه أنا بدي أوصل لوزن معين زي ما حكت هبة، أو بدي أعمل الجسمي بشكل معين. كيف فعلا تكون صحتنا هي أسلوب حياتنا، الأكل الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الغذائية السلبية بشكل خلص، يعني يصير فعلا أسلوب حياة على طول مش لفترة معينة. كمان مرة شكرا لك. شكرا لك. وفاصل مشاهدينا وراح نكمل معاكم، خليكم معنا.